درسنا اليوم هو الدحرجة الخلفية كوهو كايتين كوهو زي ما قلنا خلف كوهو خلف كايتين دحرجة. هيقوم عبد العزيز الآن بالدحرجة للخلف عن طريق كتف واحد. تفتكرون شرح الحزام؟ أوكي واحد جا نيل مرة ثانية وان مرة ثالثة أوكي. لو لاحظتوا كل دحرجة جاية من هنا لهنا نفس الزنبوكيتين نفس الدحرجة الأمامية بس هذه المرة على الخلف. عاكس عبد العزيز موضوع الآن حتروح الكتف الآخر. دائما لا تظلم جسدك مرة يمين مرة شمال. يلا واحد الحين لاحظ القدمين تروح من فوق الكتف الأيسر واحد موتي. الحين القدمين من فوق الكتف الأيمن. يلا ممتاز واحد كوهو وليس ننام واحد ممتاز. الآن لو درت يا عبد العزيز موتي حتسوي كوهو ننامي كايتين واحد اوكي. لاحظت خلفية ولكن بزاوية اوكي نفس النانامي كايتين ولكن على الخلف واحد اثنين اوكي. يلا قصي قصي شكرا عبد العزيز. يلا وان طبعا هذه الحركة نفس الدرس اللي في الدرس الاول حق الدحرجة الامامية. عندنا الريوتي ايش معنى ريوتي؟ ريوتي كايتين ريوتي كوهو كايتين معناته دحرجة خلفية باليدين او كتاتي كوهو كايتين بيد واحدة او موتي كوهو كايتين بدون ايدي. هنروح الان ريوتي. يلا لاحظ في اليدين كيف تنزل على الارض وان ممتاز اوكي. موتي زي موتي دور دور موتي 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 دور لا كزري اوكي وان انا بجي خلفك عشان اصور للمشاهد اليد وان يا ريوتي بيدين حط اليدين على الارض يا قصي واحد اليدين تمتص السقطة ممتاز موتي واحد ريوتي سوري ريوتي يلا واحد نفس الشيء ريوتي ممتاز. الآن قصي نفس الشيء لا خلاص قصي دارك وقف دام حسن عفوا قصدي عزو. الآن كتاتي شوف عبد العزيز حتحط يد واحدة من فوق كتف عارف الشيء ما يحتاج واحد يلا كتاتي لا كتاتي حط يدك بهذا الشكل يلا واحد اوكي موتي كتاتي بيد واحدة حنسوي اليد اليمين مثلا تروح من فوق الكتف اليسار وان ممتاز مرة ثانية عيدها وان اوكي لآخر مرة وان ممتاز. هذه كانت كاتاتي نفس الشيء هادية ولذيذ الحركة وناعمة مواتي أخلي نفس الشيء عبد العزيز مواتي مواتي دور واحد اوكي طيب لآخر مرة حنسويها الموتي. موتي معناته ايش؟ بدون اليدين سهلة جدا كل اللي عليك انك تقوي اقدامك وتركه للخلف من فوق كتف واحد زي الاول ممتاز اثنين موتي اخر مرة غدا ان شاء الله حناخذ الحركة هذه من فوق كبوت السيارة خلاص من فوق الاسفنش واحد الحصة القادمة وان تو كده نكون انتهينا من الدحرجة الخلفية بس. Thank you.